اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا اللي مكون من شقين وغندخل في موضوع مباشره. الشق الاول هو رده فعل ديال الجماهير المغربيه على الخساره ديال المنتخب المغربي يوم امس مع اسبانيا، والشق الثاني هو رده فعل ديال واحد السيد اللي كيتهم وليد الركراكي بانه هو سبب الخساره ديال المنتخب الوطني المغربي. غادي نبداو الفيديو، ما تنساوناش باللايك والدعم. اخو ماش دابا فينال، اش بغيتي؟ مزيان كاين اصاحبي، كمل واعر، درتي اللي عليك اصاحبي، اللي عليك درتيه، كاين يلا 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 يهزر في المغرب ويسب في المغرب ويشطب في الشارع في المغرب وكلشي، هادي هي مشكلتنا. مشكلتنا ديما وراها بابا. مصر دات مع شحال من كاس من الاخر، عمرك تلقى شي مغربي يقول لك مصر وصل بعدا خود الكاس. السيناريو ديال المنتخب الاول في كاس العالم مع هذا السيناريو ديال المنتخب الاولمبي، وقع لينا نفس البلان، غاديين مزيان، لاعبين مزيان، كنتقولبو كنتشمتو، حتى باقي الظلم، باقي الحكره، حتى الحكم قتلنا، الحكم اليوم قتلنا، ضيعنا دوزيام ايطاج يزيد فيها 7 دقائق. اقسم بالله العلي العظيم، كون كانت اسبانيا اللي خاسره يا بربي تزيد 20 دقيقة، وانتوما هادشي عارفينو كاملين. باقي الظلم، باقي الحقرة، شنو نقول لكم؟ برافو دوك الأبطال، ما يهضر حتى شي واحد خايب، برافو دوك الأبطال، برافو دوك الرجال، شرفتونا، فرجتونا، متعتونا، ما بغاتش، الغالب الله، العالم كيشهد انتوما أحسن منتخب في هاد الأولمبياد، ماشي هضرة ديالي أنا، هضرة ديال الناس كوايرية ديال بصح، ويصاوب الله. شي اسبانيا كيحاقدها كيسخطب، وديما المغرب وعاش الملك. الماتش ديال الفقصة خسرناه، علاش خسرناه؟ بهذاك التاكتيك ديال رجع اللور، علاش غنرجعوا اللور وحنا رابحين؟ بروما ميطا، رجع لي اللور في بروما ميطا، وعندك هاد ليكيب هادي اللي العالم تيهضر عليها ورجع عليا بها اللور، علاش؟ الله اعلم، ما فهمتش انا هاد المنهج اللي كنلعبوا به. كيف شفتوا معايا هاد الجماهير بقوة الغيرة والحب ديال الفريق الوطني المغربي؟ كل واحد طبيعة الحال عنده وجهة نظر. هاد السيد مثلا هذا اللي هو والجمهور اللي معاه، انتم شفتوا كيشجعوا اخو ماش، ومع ذلك يعني نصف النهائي ماشي شي حاجة اللي سهلة، راه شي حاجة اللي هي مهمة، والحمد لله اننا بدينا كنوصلوا لنصف النهاية في ملتقيات عالمية، كأس العالم والأولمبياد، ماشي سهل باش وصل لنصف النهاية. هاد السيد هذا كذلك يعني عنده وجهة نظر ومفقوص على الناس اللي تابعين غير المغرب وعلاش المغرب، وفي الوقت لأن مصر عندها إنجازات كثيرة ولا أحد يتكلم عن مصر، فهذه حاجة يعني عنده الحق فيها. أنا براسي كنت نزلت واحد الفيديو نفس الشيء، يعني حتى واحد ما كيهضر على مصر وما كيهضر على شي دولة واحدة أخرى، غير حنا اللي تابعيننا المغرب المغرب المغرب، والشكوى الله، كتيقول المثل يا ويل لمن أشارت إليه الأصابع ولو بالخير. هذا الأخ عاوتاني كذلك تحياتي ليه، اللي قال بأنه تحياتنا للشباب، تحياتنا للرجال، تحياتنا للعناصر كلها، اللاعبين ديال الفريق الوطني المغربي اللي كنحييهم وكنشدوا على الايادي ديالهم مهما كانت النتيجه، حنا كنساندوهم مهما كانت النتيجه، احسن فريق فعلا في هذا العرس الرياضي الاولمبي. للاسف الحظ ما كانش جانبنا، مع الاسف الشديد، مع الاسف الشديد الحظ عاكسنا يوم امس، كان الانتصار في المتناول، كانت النتيجه تكون ايجابيه لصالح الفريق الوطني المغربي، لكن للاسف يعني كاين بعد شويه ديال الخلل، بعد شويه ديال الارتباك ربما اللي خلانا ندفعوا الثمن باهظ يوم امس، ولكن الحمد لله على اننا بقينا كنوصلوا لهاد المستويات المتقدمه في كاس العالم وكذلك في الاولمبيات. كاين بزاف ديال الاخوان اخرين اللي تكلموا وقالوا الشيء الكثير على المنتخب، كل واحد طبيعه الحال عنده وجهه النظر ديالو تحترم، المهم حنا مع الفريق ديالنا رابح او متعادل او الخساره، تيخصنا نشدوا على يديهم، تيخصنا نشجعوهم ونوقفوا معاهم، لان هاد الجيل هذا ان شاء الله راه مستقبل ديال المنتخب المغربي للسنوات القادمه، فيه نجوم، فيه تبارك الله كلهم مازالين صغار، ما شاء الله، نتمنى لهم الخير ونتمنى لهم التوفيق
في قابل الأيام. وهاد الإنجازات اللي بدأوا تيحققوا لله الحمد سواء على مستوى الكبار سواء على مستوى المنتخب الأولمبي، راه يعني هاد الإنجازات على في المسرح العالمي راه ماشي سهلة، ماشي سهلة. راه شحال هادي راه حنا ما كناش كنحلموا بهاد الإنجازات، كنا يلاه مصابي ربي نتأهلوا، مصابي ربي نتأهلوا. أما الآن الحمد لله بدينا كنوصلوا النصف النهائي خطوة خطوة، غادي نبقاو نقطفوا الثمار من نصف النهاية إلى النهاية، إلى أننا غادي نوصلوا إن شاء الله في يوم من الأيام أننا غادي نقطفوا النهاية. حتى حاجة ما كتحقق بين عشية وضحاها، راه كل حاجة خصها شوية الصبر شوية التأني، راه مازال طبيعة الحال احتكاك، مازال حتى العالم كله بصفة عامة مرة ما غاديش يتقبل واحد الفريق يعني عربي مسلم افريقي تيجي الان وتيبارز الكبار وتينافس الكبار وتيقصيهم من الساحة يعني، وتيقصيهم من التومون، تيقصيهم من المجموعات، تيقصيهم من الربوع، يعني ماشي سهل. حتى هم باش يتقبلوها راه شيء صعب، يعني راه حرب، هذه حرب رياضية كبيرة، راه المنتخب المغربي والناس اللي عايشين فيه واللاعبين كذلك اللي هما تيلعبوا في وسط التيران راه هما اللي حاسين الشيء ربما اللي حنا ما حاسينش به. حنا كجمهور كنشوفوا غير الربح، خاصنا غير الربح وخاصنا النتيجه تكون ايجابيه، ولكن راه كاين اكراهات، كاين اكراهات، وهاد الاكراهات هذه تخصنا نحترموا الشباب عليها، تنحترموا اللاعبين، نحترموا المدرب، ونقفوا مع هاد المدربين كذلك اللي عطاونا الشيء الكثير ولله الحمد. ما كاينش ما احسن من المدرب المحلي، المدرب الوطني، مدرب مغربي هو اللي غادي يعطينا النتيجه. فحنايا حنا شفنا المدربين الاجانب وما كان حتى شي حاجه معاهم، فالمدرب ود البلاد هو اللي عنده الروح الوطنيه وهو اللي غادي يضرب على البلاد. المهم تحياتي لهاد الاخوان والانفعال، حنا كلنا طبيعه الحال يعني متأثرين بهذاك الخسارة للأسف غير مستحقة. والآن غادي نخليكم باش ما نطولوش نشوفوا ردة فعل ديال واحد السيد اللي عاوتاني كيعاتب وليد الركراكي وكيتهمو بزاف. المهم غادي نخليكم ما نحرق لكمش المراحل. سي وليد اش كدير هنا وهنا وهنا؟ واش انت المدرب ديال المنتخب الأولمبي وحنا ما فخبارناش؟ الشريف راه ماشي غير انت اللي كتفهم كوره في المغرب، وصلتي دومي فينال ديال كاس العالم لا يعني انك الوحيد اللي كتفهم في التدريب والخطاط. عندك خطه واحده اخويا هي الدفاع، هادشي سميتو التخربيق. والسي طارق السكتيوي راه انت هو المسؤول، الا خليتيه يدخل للسطاف ديالك انت هو المسؤول. والسي وليد خويا راه ماشي سوقك هادشي، ديها فراسك. كي شفتوا معايا هاد السيد هذا كينتقد ولد الركراكي، وماشي غير هو، واحد العدد كبير كبير جدا من الفيديوهات من البارح والفيديوهات كطلعوا على هذا الشكل هذا وكينتقدوا ولد الركراكي. انا تنقول بانه ردا على هاد السيد وعلى الناس كاع اللي انتقدوا المدرب ولد الركراكي، انا في نظري انا الشخصي وفي نظري يعني المتواضع ربما تتفقوا معايا ربما تختلفوا معايا، هاد الصور اللي جابات السيد هذا ما عندهم حتى شي اساس من الصحه، ماشي اثبات، ماشي اثبات. ولد الركراكي من حقه يكون في الجمهور، كي جالس كيتفرج مع رئيس الجامعه، جالس كيتفرج مع عدد كبير من الناس ديال الجامعه، هذاك الشيء ماشي مشكل. هبط كاع في فرادا انه جلس مع الدراري في مثلا في التيران او ترينا مع الدراري في التيران، هذا لا يعني انه كيتدخل في الخصوصيات ولا شي حاجه. الا كان شي فيديو موثق، فيديو صوتا وصورة انه فعلا تدخل وقال لهم وتعدى على يعني الخطوط الحمراء ودخل في الخصوصيات ديال طارق السكتيوي، هذيك الساعات هذيك هضره اخرى وشكل اخر، لان وليد الركراكي هذيك الساعات غنقولوا له اي فعلا السيد هذاك على صواب. ولكن هاد الصور مجرد صور محطوطه وهنا 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 وهنا، ونجيو شكون اللي قال هذا الشيء هذا؟ خرجوا شي لاعبين ثبتوا بان وليد الركراكي هو اللي كان تيمشيهم، خرج السكتيوي ووقف قدام الصحافه وقال اسيدي هذا الشيء هذا راه برزطني ولد الركراكي، اسيدي هو اللي ما كانش خلاني نهضر وخلاني هادو كيتدخل في الخصوصيات ديال التدريب ديالي والخطه التدريبيه ديالي برزطها لي مع الدراري. هادشي كله ما كاينش منه، هادي اتهامات خاطئه. وراه قالها واحد المره ولد الركراكي في واحد الندوه صحفيه، قال لك راه شي وحدين انا وقف ليهم شوكه في الحلق. هاد الناس هادو تيبغيو يشوشوا على والد الركراكي وعلى سكيتيوي وعلى عدد كبير. شوف راه بحال قلنا مثلا واحد الاستاذ وجوج اساتذه متصاحبين وعندهم كيدرسوا نفس الماده، والاستاذ كيدرس للتلاميذ ديالو
وجيجي صاحبه اللي هو كيدرس نفس الماده غيدخل وغيحيدوا الطباشير وغيبقى يشرح للتلاميذ في الصبوره ويليميني الاستاذ اللي في القاسم. كيفاش غادي تكون ردت فعل هذاك الاستاذ اللي في القاسم؟ راه غادي يجري عليه غايقول واخا صاحبه واخا غادي يكون مع شكون كاع غايقول اخويا خرج لي من القسم ديالي. نفس الشيء الا بغينا نقول هذا غير مثل يعني بسيط جدا كتشبيه فقط. ولد الركراكي راه ما يمكنلوش يتدخل في الامور يعني ديال الخطه ديال سكيتيوي. ممكن يكونوا بحال دابا كيتناقشوا يكون على في مندوبات عشاء ولا غداء ولا شي حاجه تيكون اقتراحات يكون هذا لان بحكم انهم بجوج بهم مدربين بجوج بهم راه كيدربوا المنتخب الوطني بانهم بجوج بهم باغيين الخير للمغرب والانجازات ان شاء الله المغربيه سواء على مستوى العالم او الافريقي او الاولمبي هذا ما لا يضر في شيء. ولكن باش يقول لك راه والد الركراكي هو اللي قال لهم شنو ديروا والخطه ماشي الخطه هذه الصور هذو اللي كتشوفوا قبالتكم هذو لا تسمن ولا تغري من جوع بالنسبه لي انايا بدا هذا الشيء غير مقبول وغير معقول انه الانسان غنجي ونزلوا عليه باطل غير هكاك. انا تنقول الاثبات ثم الاثبات ثم الاثبات صوتا وصوره ويخرجوا لاعبين ويقول لك اودي هاشنو هاشنو يخرج طارق سكيتيوي ويطعن في ولي الركراكي ويقول هاشنو هاشنو حشومه هذا الشيء هذا عار. خليوا هاد الناس تخدم خليوا هاد المدربين يخدموا على خاطرهم خليوا ولد الركراكي راه الانجاز اللي دار والد الركراكي في المونديال راه ما داروه حتى شي واحد من هذوك المدربين كاع اللي كانوا كيجيو للمنتخب الوطني المغربي على الاطلاق حتى واحد فيهم كيديو الحفافن ديال الفلوس وكيمشيو بحالاتهم لا انجاز لا حتى شي حاجه. والد الركراكي والحمد لله شفنا النتيجه معاه الحمد لله الان سكيتيوي حنا وصلنا معاه الدومي فينال ديال اول مره في تاريخ المغرب هذه الفرقه هذه وصلت الدومي فينال ديال الاولمبيات. وشنو الانسان بغى واش حنايا عندنا خاتم سليمان هذا المدرب غادي يبقاو غير يديروا سميتو يحركوا الخاتم كلشي شوبيك لو بيك حشومه. ما نطعنوش في هاد الناس ما نطعنوش في هاد المدرب. هاد المدرب عنده حساد كوتور عنده حساد كوتور كاين الناس اللي باغين غير يديروا له المشاكل ويعرقلوا له المسيره الكرويه ديالو راه عيب وعره. والله ما لقاو مدرب بحال والد الركراكي ولا بحال سكيتيوي ولا بحال مدرب وطني. انا كندافع على المدرب الوطني المغربي اللي عنده الروح الوطنيه واللي كيتقاتل مع اللاعبين هو اللي عطانا النتائج وهو اللي وصلنا. اما باش يجي ويقول له لحقا انت درتي وانت درتي وانت اللي خسرتينا غير معقول تماما. هذا الشيء هذا ما كيدخلش الانسان عاقل اللي كيفكر وكيوزن الامور هاد الامور هذه ما كتدخلش العقل نهائيا. مع احتراماتي لا لهذا السيد ولا لغيره ولا الفيديوهات اللي جلست دارت البارح واحد الضجه كبيره ف وسائل التواصل يعني وهجموا على الركراكي بواحد الهجوم يعني كتحس الخبث كتحس الحسد كتحس الناس حاقده الناس هذا. خلوا السيد يخدم خلوا السيد يشتغل الله يعفو علينا الله يهدينا لمصلحه هذا الوطن لمصلحه الفرق ديالنا الا كنا احنا عشاق الفرق الوطني المغربي ونخليوا هاد الناس تخدم بذكاء وحنا نأيدوهم وحنا نكونوا معاهم وحنايا داعمينهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. المهم كنتمنى إن شاء الله أن الفيديو ديال اليوم يلقى الإعجاب ديالكم. سمحوا لي طولت شي شوية هذا النهار. المهم دعمونا بلايك والاشتراك ولي كومنتير وشنو رأيكم في هذا الشيء هذا واش هذا الشيء معقول هذا الشيء اللي كيديروه هالضغوطات على ولد الركراكي أو على المدرب كذلك طارق سكيتي وعلى المنتخب في نظركم هذا الشيء اللي كيديروه واش معقول ولا ماشي معقول. المهم كنتمنى تلقاكم إن شاء الله هذا الفيديو هذا تكونوا بخير وعلى خير ونتمنى لكم إن شاء الله لحظات سعيدة وإلى فيديو قادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.